دعونا نتحدث عن آخر التطورات في المشهد المحلي. الحقيقة إن الدولة كانت حريصة على أنها تدعم كل حد عنده مشروع أو فكرة مشروع، وتدعمه بقرض عشان يكبر ويكبر مشروعه بشكل كبير من خلال فكرته. في شاب اتخرج أو بعد ما اتخرج من كليته قرر أنه يعمل مصنع صغير لمنتجات ورقية وسلكات الأذن، فجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم له وخد قرض عشان يكبر مشروعه وينجح بشكل كبير. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. أحمد يوسف القزاز، الشاب الذي تخرج في كلية الصيدلة عام 2003، ولأن طموح القزاز كان أكبر من مجرد وظيفة، فقد أراد أن يكون صاحب عمل خاص. بدأ نشاطه بتصنيع المنتجات الورقية وأعواد الأذن القطنية. بدأنا نفكر إزاي نجيب خط إنتاج كامل، والحمد لله قدرنا نوصل لخط إنتاج متكامل من خلال الأعواد بالستيكر بالشرينك، وبدأنا ننفذ المشروع. نظرا لرغبته في توسيع حجم الأعمال، جاءت فكرة الحصول على تمويل لتوسيع النشاط وزيادة حجم الإنتاج، فتقدم بأوراقه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة بورسعيد. لم يكن هدفه الوحيد هو الاستفادة من تمويل التوسع فقط، ولكن المزايا والتيسيرات غير المالية التي يمنحها الجهاز لعملائه. تجربتي طبعا، احنا من اول ما استلمنا المصانع وجهاز تنمية المشروعات بدأ يعرض على كل اصحاب المصانع اللي عايز تمويل يبدأ يقدم دراسة الجدوى بتاعته، والناس ما تأخرتش عندنا، طلعونا على طول شيك بتاع المكن، وبعد شهرين على طول طلعونا شيك الخامات. يعني احنا يعتبر خدنا منهم على مرتين، شيك المكن وشيك الخامات. وزي ما حضرتك شايف وحضرتك صورت، طبعا بدأنا نشتغل والحمد لله الدنيا ماشية تمام، وبرضه لسه بيساعدونا في، يعني ممكن يفتحوا لنا مجال تصدير، وده اللي احنا برضه بنرجوه منهم ان هم يفتحوا لنا مجال تصدير كويس يعني ان شاء الله. لم تتوقف عند هذا الحد، ولكن تتواصل أحلام القزاز بإنشاء مصنع كبير يضم أكثر من خط إنتاج متنوع المنتجات والحصول على فرص تصديرية في مختلف دول العالم.